أقوى مسا على البشرية. يلا يلا يعني بتوحشونا والله العظيم بتوحشونا. أيوة بقى الشغل الشغل ابتدى ومش هنوقف إن شاء الله، ربنا يقوينا يعني تمام في وسط العايا اللي احنا فيه ده. أنا مش عارف العايا عايز مني إيه فعلا، مش عارف يعني. بس خلاص يعني أنا وصلت لمرحلة إن أنا لازم أعند معاه، مش هينفع هنستسلم وبعدين فاهم. بس فاولا كأن في اي حاجة معلش الناس تعذرنا يعني، احنا مكملين تمام مكملين. خلينا نخش كده زي ما انت شايف عزيزي المشاهد، معانا سانتا، سانتا الجديد. انا عارف ان ليه قديم عندي، انا عارف كنت المفروض هبدأ بيه، ولكن خلينا في الاجدد وبعد كده نرجع للي عمله قبل كده تمام. هنلقط منه برضو، اهدى اهدى هنلقط منه اهدى، نشوف بس ايه الجديد بتاعه عامل ازاي تمام. وهنرجع للي فات صدقني، مش هحل حاجة مش هحل حاجة الناس عايزاها تمام. احنا مع بعض وانا بسألكو، والفترة الاخيرة اظن يعني ان انا بشارك الناس وبعرف هي عايزة ايه، وبختار من اللي هما بيقول عليه تمام، عشان برضو الناس تبقى مستمتعة ان هي شاركت في المحتوى اللي هي بتتفرج عليه. بس يا سيدي، فعندك اهو احمد سنتا عمل لنا تراك جديد بفيديو كليب جديد. فخلينا نبدأ كده ونشوف عم سنتا مقدم ايه. التراك اسمه ماشين جون تمام، ماشين جون حلو ده التراك مش الراب، خلاص ده الدافر واحنا عرفنا خلاص رحمة الله عليه. في الحلقة المية ممكن تعرف ماشين جون حصل فيه تمام بالتفصيل يعني. عامله بقى مع مين؟ مش لوحده، عامله مع كريم جي. اول مرة اسمع عن كريم جي، بس هنسمع وهنشوف يعني برضو سنتا عامل معاه تراك يعني فاهم. فخلينا نشوف اللي ايه المستوى هيبقى عامل ازاي. نبدأ يلا واحدة واحدة كده وبراحتنا خلاص. مساء الخير على البشرية، اخش في الموضوع على طول. قول يابا راب بقى راب بقى راب قول. طبعا انا نسيت اشوف مين اللي على الانتاج، بس بقى الله عليك دي مش محتاجه اشوف مين اللي على الانتاج، ده ميلو تمام. خلاص حفظنا التاج نيم بتاعه اللي على البيتات، ودي برضو بتثبت الحركه الصايعه بتاعت التاج نيم اللي بتتعمل في البيتات، بتعرف مين اللي على الانتاج من غير لما تشوف مين اللي على الانتاج. زي ما انا نسيت كده، بقى الله عليك دي بس عرفت مين، ميلو زي ما قلت. حلو يلا نسمع بقى شغل. معلش لحظة بس كده، هو انتوا اخوات يعني؟ فيكوا دقن وشنب من بعض وشعر ولا في ايه؟ هو ده اخوك عم سانتا ولا ايه؟ اخوك بجد مش اخوك برازر بقى فاهم وفي السين وفي كده، لا ده اخوك بجد ولا ايه؟ عشان هو طبعا بعيد عن الاداء اللي هو برضو واضح ان هو مش وحش تمام، طبعا بالنسبة ان انا اول مرة اسمعه يعني بيقول ان هو مش وحش، فبعيد عن الاداء في شبه كبير بيقول يعني، فتقريبا اخوه يعني اخوه بجد او ممكن يبقى تشابه خلق يعني. مش عارف بس نسمع تاني عشان انا اتخطفت كده برضو ايه، ملحقتش افهم ايه اللي بيحصل. هو في ماشين جوند في الموضوع، نشوف بقى الماشين جوند ده مين اللي ماسكه وبيعمل بيه ايه. تاني قول كده لا والله حلو حلو الاداء فشخ بالنسبه لان هو اول مره نسمعه يعني، فده عاش فشخ الاداء والفلو عالي واضح كده. خلينا نشوف ايه اللي بيتقال
ونشوف الراجل ده برضو بيعمل ايه. حلو المستوى تمام. اللازمة عندك زي ما قلت بيقولك ايه، بيقولك على البيت ماشين جن، عيل شيك عامل بن، قلنا البنايا اللي هي الكرة اللي ورا دي لمؤاخذة هو كده عيل شيك. لو هنخش نخلص يبقى اكيد كله دن كومبليت، كله دن. دول اول اربعة. بعد كده قالك شغالين ما نعطلش، مالكش فيه ما يخصكش. من الاخر اهلا بيك على البيت، جاي اديك انا الصح تمام، لو ايه جاي اديك الصح يعني ولا مؤاخذة تمام. بعد كده بيتش بليز تمام. انا طبعا سمعها بيتش بليز، مش عارف ليه بليز، انا قلت انا سامع غلط يعني، بس هنا لما مؤاخذة بيتش بليز تمام. مش عارف بقى ده بيطلبها اوردر ولا اونلاين ولا ايه، مش عارف، بس هي حركة كده يعني فاهم، مش بتاعتنا بس محطوطة هنا عادي. مهم بعد كده قال لك علاء سانتا اكس وجي ريست ان بيس، هي ريست ان بيس مش ريست ان بيس تمام، بس تمام يعني. نركز بس شويه على النوت، الله يبارك لكم يعني تمام، بس عادي عادي، هو مش مطالب منه ان هو يعرفك هو بيقولها ازاي يعني، فما هو مذاكرها كده خلاص يعني تمام. هو السكيم حلو يعني، السكيم حلو، والقول برضو على المستوى مش وحش خالص يعني، حلو المستوى. بعد كده قال لك للي جاي ونفسه في بيف ام تو سكيم جامد، بس لو انت مش في السين تنكش مين، على اساس ان هو مش شايف اي حد في السين اصلا فهينكش مين اصلا فاهم. حلو حلو المستوى بالنسبه لاول طلعه في التراك. حلو نكمل. يعني هو على رأي ميلو يعني فعلا الله عليك، معلش على استلفها منه يعني، وفعلا نقدر نقول لكريم جي الله عليك. الفيرس بتاعه حلو جدا وعلى المستوى، والفلو بتاعه عالي، وعجبني فشخ السكيم اللي رسمه في اول اربع برات قوي جدا. فبيقول لك ده اسمه حك وانا مش ناقصه، بيستنى الدعم من صاحبه بدعنا بفنه، ومش بطلب من حد الدعم من اصله. جامد فشخ، رسمة السكيم بتاعتها جامدة فشخ، واظن باينة في سلاسل الاول يعني. بعدها ودعنا الغم وبنهصل، اللي هو بيهصل يعني، وهصل دي اللي هي المفروض صخبة او بيتشل يعني فاهم. بس فحلو فشخ اول اربعة، بيمسي وبيثبت نفسه وبيقول المستوى بتاعي اهو. حلو فشخ. بعد كده قال لك ومش هنشوف حد، مش شغلنا مين هيكون ومين لا، عشنا بنعمل الزيتون مجد. بص حد لا مجد، جامد فشخ حتى في الرايم سكيم. بعد كده كان نفسي ابويا يبقى ليا مثل اعلى، ما كانش نفسي اضيع وقتي في كذا قعده مع كذا لما بكذا ماده. جامد، عاش يا كريم بجد، جامد المستوى ده، وحلو السويتش بتاع الرايم حلو. بعد كده قال لك عشان لو كانت سهله كان كله عملها، لو كان الراب سهله كان كله عمل راب يعني فاهم، بس عمل راب حلو يعني فاهم، او عالي المستوى زي ما احنا شايفين. بس بعد كده قال لك في مكان تطبخ ناس تطلب وانت اللي تقدم، عشان تخرج من اوضتك تنزل تتنفس، بنشعل وندخن لو محرز مش هنزل. من الاخر يعني السبيت بتاعه جامد فشخ، طريقه رميه للبراط حلوه، وطريقه الكتابه احلى الصراحه يعني. فعاش كريم جي عامل مستوى عالي. نخش بقى على اللي بعده. اولى عجبني ان مستوى التراك والعظم بتاع التراك لغاية دلوقتي لسه ممسوك، وكل ده من كريم جي لسه سانتا ما دخلش. وعجبني التشابه اللي بينهم في الشكل ده، هو اساسا جاي زويلنا يعني، ففكرة صايعة وتقديمة قوية جدا من سانتا لكريم جي الصراحة يعني، عاش يستاهل الريسبكت عليها. نخش بقى نشوف ونسمع سانتا هيقدم ايه
مع المستوى بتاع كريم جي، اتمنى يبقى على مستوى فاعلى. ده سانتا برضه واحنا عارفين يعني، فاهم؟ فيلا خش على سانتا، قول يوم جامد فشخ. سانتا جامد فشخ. سيبك من ان سانتا جامد كرابر، هو كده كده جامد، ما بنتكلمش في كده، بس في حركه هو عملها صايعه فشخ في اخر اربع مرات قبل ما اقفل. لو ركزت هتلاقي سانتا خد الفلو بتاع التراك في حته تانية خالص، وعمل تجديد في التراك، في حين كان ممكن برضه يديك فلو براب سورف برضه زي كريم جي، بس كريم جي اوريدي عامل ده في الاول، فهنا هو هتحس ان هو كسر الملل بتاع التراك، يعني ما عملش زيه، فاهم؟ من اول ما قالك جت من الفحر، فانا هعمل مع نفسي فوق الصح، ليا انا واخواتي نقسم كل الصحن، لو مش عاجبك يبقى اصطاد عندك البحر. جامد فشخ. يعني تغيير الفلو هنا نقل التراك في حته تانيه، فدماغ سانتا جامده فشخ ان هو ينقل الفلو بالشكل ده، ما يكررش، فاهم؟ عشان ما تملش من التراك، فعاش للفكره فشخ. خلينا نشوف بقى عم سانتا بيقول ايه. بيقول لك وفي كل حته وفي كل مكان انسان زنان تقولش دبان، الخطوه بنص ربع فدان، انا حمل خط سلام فيتنام. من الاخر يعني هو بيقول لك ان هو شاب منتشر وفي كل حته هتلاقيه، والزنان زي الدبان ولا مؤاخذه، تمام؟ والخطوه بتاعته بنص ربع فدان، وما تفهمش ايه نص الربع ده الصراحه يعني، بس يعني الخلاصه اللي نقدر نطلع منه ان الخطوه بتاعته كبيره بتساوي نص ربع فدان، يعني فهي واضح ان هي خطوه كبيره يعني، فاهم؟ غير خطوه اي حد. بس بعد كده قال لك ما اضربش انا حاجه انا قبل ما انام، ما بيضربش زي ايه باقي البشريه لا مؤاخذه اللي بتضرب قبل ما تنام وبعد ما تصحى في الحمام وفي كله يعني. هو بيقول لك انا ما بضربش اي حاجه انا قبل ما انام، انا عبي البيبسي في اوليفر كان. مره واحده كده دخل علينا في اوليفر كان وقال لك ان هو هيعبي البيبسي جواه، تمام؟ مش عارف ليه. بعد كده قال لك اسموك دخان من فم بركان، الفاجر من فمه من قلب يعني البركان هيسموك لا مؤاخذه دخان. كان ما بيضربش حاجة فوق قبل ما ينام، هنا هيسموك دخان، دخان عادي يعني، فاهم؟ من فم البركان. سكيلز سانتا دو سكيلز. بس بعد كده قال لك انا كونج فو سانتا اندب فاندام، اندب فاندام يعني تحس دي فيها ايه دبل مين كده على حسب ما انا شايفها. انا كونج فو سانتا اندب فاندام، اندب فاندام دي تحس ان هي ايه هيخلي فاندام يندب، والندب ده المفروض يعني اللي هو ايه لما اخذه يخليه عيط، وتحس ان هو برضه بيقول لك انا كونج فو سانتا اند بافان دام الاثنين، فاهم؟ اند بافان دام بما ان فان دام بيلعب كونج فو يعني، فاهم؟ فصايع لو هي بالدماغ دي تبقى صايع فشخ. بس يا سيدي بعد كده بقى غير الفلو زي ما قلت، سويتش فلو هنا عالي فشخ. فقال لك جت من الفحر، والفحر هنا هو الحفر ولا مؤاخذه مش عارف ايه اللي فحره، بس تمام يعني تقريبا دي اللغه الدارجه اللي في الزيتون يعني، تمام؟ او في اغلب المناطق في ناس بتقولها فحر، فاهم؟ اعمل فحر مش حفرة، مش عارف ليه. بس يبقى كده قال لك فانا هعمل مع نفسي فوق الصح، ليا انا واخواتي نقسم كل الصحن، الصح مع الصحن. قالها قبل كده تقريبا في رايمنج قبل كده، في تراك قبل كده. بعد كده قال لك لو مش عاجبك يبقى اصطاد عندك البحر. من الاخر المستوى حلو، مش اقوى حاجه عند سانتا بس حلو، مستوى التراك على عالي مش وحش. نكمل نكمل قول
حلوة قوي الأخوية اللي بينهم دي، وحلو إن هم عملوا مستوى عالي والتراك ممسوك، بالأخص كريم جي عاش. يعني سنت احنا عارفين المستوى اللي هو بيقدمه لنا عامل ازاي، فان يبقى في حد اول مره نسمعه في التراك ويبقى ممسوك وعلى المستوى دي تتحسب لكريم جي اولا، ثم تقديم سنت لي حلو فشخ، المستوى فعلا على عالي. خلينا ناخد اخر شويه برضو بتوع سنت اللي بحبهم برضو. يعني برضو هو خد الفلو في حته تانية خالص، تمام، كسر الملل بتاع التراك، وده دايما انا كنت بقوله في تراكات ناس تانية والناس عارفه ده كويس، فده مهم جدا ان هو يتعمل. فهنا سانتا بحققه بذكاء. ركز بقى في البار اللي جاي ده، قال لك ما تفرحش عالم اسهم، روبن هود جاي انا وفي ايدي اسهم، مفيش كده، دبل مين عالمي، روبن هود جاي انا وفي ايدي اسهم. روبن هود طبعا معروف ان دايما السلاح بتاعه اسهم، تمام، فده اول معنى، تمام، بس هو هنا كاتبها بحاجة تانية خالص، ولا مؤاخذة كاتب اس وهم، تمام، اللي هي المؤاخذة ايه جايب المؤخرات بتاعته، تمام. ده سنت باختصار يعني، اللي هي اساسا البار ماشي تمام، بس هو كاتبه لمؤاخذة مش تمام، بس عاش فشخ. بعد كده قال لك التسقايا والسنتوتة اللي انجزكوا، وانتوا كلكوا انجزكوا، عد الزمن كله ولا ستيكر تياستو، كل ده فكستو، عندي ورق عندي راب، لو فاكرني هسكت، ده مش ماسكو، هتلاقيني في كل حتة زي الماس كوم. مفيش رايمنج كده اقسم بالله، من اول ما اسهم فوق لغاية ماسكم تحت، يعني ما اسهم اسهم، تمام، اللي هي اسهم واسهم ولا مؤاخذة يعني، بعد كده انجزكوا، بعد كده انجزكوا. بص الراجل ده لغوي فشخ، بعد كده تياستو اصلا، تمام، بعد كده فكستو، هسكت، ماسكف، ماسكو، جامد فشخ، جامد فشخ. باختصار سنت بس على المستوى التراك حلو فشخ، عجبني يعني، ممكن نديله 8-8.5 برضو من 10 على المستوى، ممكن يوصل ل9 عادي يعني، برضو ده على سنت. الوحيد اللي بيعمل راب في الايام اللي احنا فيها دي، الوحيد اللي بيراب في الايام دي، مفيش حد تاني كده، فاهم، ممكن يبقى معاه ابيوسف، لكن الراجل ده بيراب بس، مفيش محننج في الموضوع، فاهم، مفيش تلزيقنج في الموضوع، فاهم، لا الراجل بيراب بس بس. فعاش المستوى الصراحه، شابو يا رجاله، وحلو الاخويه اللي بينكم دي الصراحه، ربنا يديم عليكم الخير ودايما تكونوا على المستوى، وياريت نسمع كريم جي كتير في الفترة القادمة يعني، مش مع سنت بس، عايزين نسمع لمؤاخذة لوحده. عاش المستوى، ولنا لقاء في اللي بعده ومش هنتأخر ان شاء الله يعني، تمام، لقاء في اللي بعده، اللي بعده يا ابني، اللي بعده.